سما سما حقوا معكم على صين مع ضيوف حكايات فلسطينية متنوعة. انتظروني في صين سنة. رصيف سلمى ليس مجرد برنامج على مواقع التواصل الاجتماعي، إنما هو حكاية فلسطينيين في مختلف المجالات والمعاناة ببساطة وعفوية، تماما كما الصبية سلمى. من رام الله مشاهدينا، سلمى سمارة معدة ومقدمة البرنامج معنا مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية. صباح النور سلمى. صباح النور لك ولكل بيوت. بحب أحكي لبيوت صباح الخير، ولأطفال بيوت صباح الخير كمان. كمان بحب أحكي إنه بتمنى أطفال بيوت ويرجع زي ما هم. الله يخليكي، ومن أطفال بيروت سلام لإلك. أنت بتشرفي كل الأطفال العرب، بس أنا صراحة غيران. يعني إلي 20 سنة بالمجال، ما حصلت الشعبية اللي حصلت عليها سلمى بشهر واحد. شكرا. شعبية كبيرة سلمى على وسائل التواصل الاجتماعي لبرنامج رصيف سلمى. خلينا نتعرف بداية على فكرة البرنامج، من أين أتت وما الهدف منه؟ تمام. سلمى سلمى يا سلمى يا حلوة يا سلمى، جينا نغني مع سلمى. يا سلمى 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 سلمى. فلسطينة، مرحبا فلسطينة. قديه طولك؟ ليش هالقد طويل؟ شو قصة؟ تفضل يا فراس. فراس بتحب اولادك يكونوا مثلك؟ لا. ليه؟ ممنوع يصيروا صحفيين. فراس انت انسان متعصب، ليه؟ شو السبب؟ بشكل عام يعني شفنا الفنانين طبعا والاعلاميين يلي حاورتيهم سلمى ببرنامج رصيف سلمى. كنت سالتك قبل الفيديو عن فكره البرنامج، من اين اتت وما الهدف من وراء رصيف سلمى. طيب، اول شيء اجتنا هاي الفكره كان من عيلة، اجت من عيلة. كمان انا هدفي انه الناس يستفيدوا من هذا البرنامج، يتعرفوا على الناس اكثر اللي بستضيفها، ويعرف عنهم معلومات وعن حكاية مختلفة، عن تجاربهم التجارب العديدة اللي بخوضوها. نعم، شفنا بالفيديو الفنان عمار حسن، كمان شفنا حلقة خاصة مع عارين ريناوي مصورة فلسطينية، ولكن كأنه مواصيلك وصلت لوزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف. شو كان شعورك لما قبل معالي الوزير انك تستضيفيه؟ كان شعور حلو، انا كان جعبان استضيفه وزير الثقافه. كمان بوجه التحيه من خلال هاي المقابله وبس. نعم، اسئلتك قديه بتحضري لها؟ طبعا بحضرها كتير من خلال السوشيال ميديا، بدور عن متابعين من السوشيال ميديا، بسمع عنهم اشياء حلوه، فبروح ابحث عنهم عن طريق جوجل، وبكتب عنهم، بسال اقاربهم عنهم وعنهم اسئله واصدقائهم وهيك هاي الاشياء بس. نعم، لا شك أن والدك المنتج والمخرج التلفزيوني مع سمارة هو داعم كبير لإلك وجزء لا يتجزأ من هالبرنامج. قد ايه بتنسقوا سوا وبتحضروا سوا لبرنامج رصيف سلمى؟ صح، والدي صح بيساعدني أحيانا بس مش دائما، بوجهني لأشياء بس هو لا ما بيساعدني، وأنا لحالي بكتب الأسئلة. نعم، ليه اخترتي الرصيف؟ يعني ما في ديكور، ما في إضاءة، في إضاءة ربنا، في الإضاءة الطبيعية، إضاءة الشمس. ما كانت الفكرة وراء الرصيف؟ طيب، لأنه إشي قريب للناس، فيه عفوي، بساطته، بهجته، فرحته، كان هيك إشي بسيط وحلو يعني. كان هم أحيانا الناس يجوا عندي يكونوا يزقفوا ويغنوا معنا ويتفرجوا. نعم،
سلمى، أنت على طريق الشهرة، شو بتعني لك الشهرة؟ أكيد شهرة إشي حلو، بس كمان أنا مش الشهرة، كمان أنا مش الشهرة ما بتهمني كتير، بس أنا بهمني محبة الناس، عفويتي للناس، كتير أشياء بتهمني، بس لا الشهرة مش كتير بتهمني، بس حلوة الشهرة بشكل عام. نعم، شفت لك مقابلة مع زياد خداش وهو طبعا معلم وكاتب. أول سؤال، مدري تاني سؤال سألتيه، شو أسوأ صفة فيك؟ أسئلتك جريئة يا سلمى. شكرا. يعني بتقصدي تكوني هيك جريئة، خارجة عن المألوف، غير اعتيادية بأسئلتك وحواراتك؟ مش فاهمة، صوت بقطع. كنت عم بسألك بتقصدي تكوني غريبة بأسئلتك، جريئة؟ أنا أسئلتي صح جريئة وحلوة وبسطتها كمان. نعم، أنت في الصف العاشر سلمى وبلشت بالإعلام عن طريق التطبيق، بتفكري تدرسي الإعلام؟ صح. هلا أنا حاليا عندي إشيين، هم يا محاماة أو إعلام. هلا من خلالهم راح أوصل رسالة، حسب أنا لما أكبر راح أقرر. نعم، بالمحاماة بتفكري تدافعي عن حقوق الأطفال الفلسطينيين؟ شو ناقصهم اليوم برأيك؟ نعم، شو ناقصهم اليوم؟ ما هي حقوقهم المهدورة؟ هلا أطفال فلسطين إنهم كتير حقوق، من خلال الهدم والتشريد وكمان بتعرض كتير لمضايقات لما يروحوا على المدارس، كتير أشياء بتعرضوا لها. نعم، سؤالي الأخير سلمى، وين فينا نشوف رصيف سلمى؟ على أي موقع، على أي قناة؟ طيب يمكن نعمل قناة يوتيوب، بس حاليا أنا متواجدة على الفيسبوك، على صفحة ميديا كلينيك. بتمنى من كل المتابعين يشوفوني ويحضروني. نعم، بالآخر بدي أقول لك كل تعاطفي معك لأنه ميسي ترك برشلونة. نعم، أنا متعاطف معك لأنه ميسي ترك برشلونة وإسبانيا. بعدك حابة تروحي على إسبانيا مع أنه ميسي ترك؟ لا، لحد الآن حابة. حابة تروحي على إسبانيا، يلا إن شاء الله بيفكوا كل هيك قيود السفر ومنشوفك بركي بلبنان كمان. أنت الزميلة العزيزة، معدة ومقدمة. أكيد أنا